بعادات وموروث ثقافي ثري أحيا سكان ولاية تيزي وزو كغيرها من ولايات الوطن السنة الأمازيغية الجديدة يناير. الاحتفال عرف عرض العديد من الأطباق والألبسة التقليدية المتنوعة والمدائح وعروض مسرحية عكست التنوع الثقافي الذي تزخر به الجزائر، كما أنه أبرز تكافلا كبيرا بين المواطنين من خلال توزيع المأكولات على المحتاجين. أصوضعك سلامة في مزيغن أسقسم جزر كلها في مزيغن عند ملان أوين يفوذني ناير يوكينة الهدونيت كري لنا في سعسر شداعة تغال تلويت. عادات وموروث ثقافي زاخر ومتجذر من شأنها أن يساهم في بعث النشاط السياحي للجزائر من خلال الاستغلال المثالي له والترويج والمحافظة عليه. نثمنها ما دام أن الديوان الوطني للسياحة من مهامه هو تثمين وإعادة الاعتبار للأعياد المحلية والترويج للمناطق السياحية والمواقع السياحية على اختلافها. هكذا كان الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على أمل أن يكون عام خير وبركة وسنة فلاحية وافرة بامتياز.